أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حقيقة مبهور كل الانبهار وسعيد كل السعادة أن أرى هذا الصرح الشامخ تحت الإنشاء، وقد سار خطوات كبيرة في مدينة ميدوز التي هي إحدى مدن فرنسا، وإن كانت صغيرة العدد ويعني ليست من المدن الكبيرة، لكن يبدو أنها أن سكانها من المسلمين وغير المسلمين أصحاب همة عليا. فأصحاب الهمم دائما هم أصحاب المشروعات الكبرى. أنا أرى أمامي صرحا قويا يدل على أن سكان هذه المدينة من المسلمين وغير المسلمين يحبون مدينتهم حبا جما. هذا عمل فيه إخلاص كبير، هذا مشروع ضخم، هذا مشروع حضاري ثقافي ليس للمسلمين فقط ولكن لكل أهل ميدوز، بل بالعكس لكل هذه المنطقة من فرنسا، بل أقول هذا مركز إشعاع حضاري لأوروبا كلها مسلمين وغير مسلمين. هذا الجهد الكبير يعني أدعو كل مسلم غيور على دينه محب لدينه أن يشارك ولو بالقليل. لا تستقر القليل فالحرمان أقل، لا تدري يعني كما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق التمرة لا يقي أحدا، ولكن مثال أنها يعني مثال هذا شق التمرة الصغير يقي الإنسان حرارة جهنم يوم القيامة. فما بالنا بهذا المشروع الضخم في هذا المكان المتميز في هذا الشعب المتميز. حقيقة يعني أشد على أيدي القائمين عليه، وهذه الملايين الباقية يعني أرجو أن لا ينصرم رمضان هذا إلا وكل الهيئات والجماعات المحبة للخير والمحسنين وكل مسلم، بل كل إنسان يحب شرف الإنسانية وارتقاء الإنسانية يشارك في هذا المشروع. أنا أرى مشروعا حضاريا ضخما يعني سوف يكون بصمة كبيرة ليس في تاريخ فرنسا وإنما في تاريخ أوروبا كلها. هنيئا لسكان ميدوز بهذا الصرح، ووددت أن أكون يعني خادما في أي وقت في هذا المكان العظيم الذي يخدم المسلمين، يخدم الإنسانية، يخدم قضية السلم العالمي، يخدم قضية الإنسان الذي كرمه رب العباد سبحانه وتعالى. بارك الله في أهل ميدوز، بارك الله في هذا المركز الذي سوف يشع حضارة ونورا، ويعني حقيقة أتمنى أن نرى عملا دؤوبا من كل المشاركين وكل المحسنين كي ينتهي هذا العمل قريبا لنراه يعني قمرا مضيئا في سماء الثقافة الفرنسية والتاريخ الفرنسي سواء للمسلمين ولغير المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عمر عبد الكافي.